السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو عصب يولاشين الرومي جنال وإن له البيت بيتكم والبنت بنتكم. اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا وحبيبنا أفضل الصلاة والسلام كسدو جنال كهدي تامركي كوريسي وأنا سوب وقنا سوحا كلينا قعم فرن يسافي كسدو هدي أدهوري إلى جوك جرتنا سدو وكل مروال ببها اسمرتين سدو شحا غسوق هذا كفيه غسوق هذا أنت كفيه إيال بيها داعبي سوق هذا حلو والبقوتها وحا كلينا وعن أوناكسن هذا وحجر طيق السعادة حنوم بدن قاعد صفي عن إيدي جست لجهيني أما هي وأيام تام ببرها بالشدة كجرت قصص هذا كور هالفيديو وانكسر سمي وانكسر هذلي وقبل ما سافع عمره وقرن أما ما سافع عمر أما جستيك جستيك ما وقرن I don't know وح وقرن المهم وعدالة أنا ملاين في إنجليزي أنا وقرن أنا إنجليزي مكو في عيني وأختين صمع ساس الأجل يقول إسك حوكسن ويا حوقة قصة دي حالي ويسو أفترنت أنا أيام تهرى فيديو وانكسو سمي وحايني شيء ماما دان بقولكي وبقول وركيادو إنو سحيها وأنو أن رميستي وأنو أرانين ماما دوا بين وركيادو لأنه ضد بضن أما دمر بضن أو إحلهايين ويبو منيسا إيو إنا كبد بضن يسمى المودا إيو خبيل بيربطا إنا عيبي سوكلا إيو إيما نين حن قبيل مرحا قايس نين حن إن لسكا قبتماني قبيل مرحا قفكي قبيل كيسو كسو لويستو أو قفح من كجرو أو كسو لويستنا حتى إساق وحوك مفا إيدي إساق نبريوي كسو جيسان إساق ما مدى قصة ذي حالي ويسو أفجرانتي أما إنتي أغمهم سنيت حالوال أغادي أو أه هورتكو إن لعدي ما مدى إن لقف صدي ووركيذ غرنها لنبر لابو إن ما مدى لعدي ضدك أي شاكت أو إلا إي أفرت إلا إي شنطة نينك كوبن أما إن إلا إي لحنين قارا يبا إنه يكون في السدين إيه دقو لحي تما سنة جرته من العلان وغسوطي والرومي يا رومي قوب جوغيه يعني واركن سيدة صحر أحالة أشيغي ونينك الترسن قروب كقبادو كوب سدين صاحب لأها لكن إساقا أنكو في السدين كقيب قادة نين ومرقاتيغا نول ما أنت لغوت المامو فيديو غان آدو حنون بذيه آدي آدو حنون بذيه صدح يتبان كن أوقفات صدح يتبان كن أوقفات الصومالي هرتوضة أحلى كيس كان لقى عديين وجرو كيس كان أسرد لقى سنانين إنكا سفيا عن لقيني يا ما هي وحاجرته قبيلة ذا الشيء يعني منك وحقه الشيء يا أبي ياشط قاب كي أشقين جرن إنس وحاس حب النجم قلنا أنا لكن مهمة ذو حواية وأعرف إن نسفي عن أفه إنه عدينته أنت يرو عدينا يقولي هاي قبل والو كفصدة وصح نمن كاسن ويا كفصدة يجن أفكار ذي الشيء فنجي كسر على بحق كسر
لليهي ان وحبا كسو بحي قصرا كودا عي ام اسوغ هبين شانيما كسو بحي بودا عي وان فانسي وان منكي قبادو كفصدي متكمي او عقوبة دي قبادة دك دكو قصو بحي عقوبة دي مراك قاركو دي سودك دكتا وان قبادة مركي كفصدين كدب اي قصدا عند عدي كان هاليا وساحيب كيس اوكي كان وح كفصدا اي ساحيب اهايين وانا كان ورك اشيغي وير نين كان اضيان حد هاليا كان ورك اشيغي واي اوكي صافي عن فهمه okay wuxuu caafimaaday dukaanka odagaana isla lahayeen in odaga inuu banaadir yahay u maleeynaaya kadib lacagtii in waa hawl kala hadal meesh soo gashay ninki gabadha nimankii kubsan nin kamid ah oo ninkan oo saaxiib kale ah oo hadda uu ka sheekeynaayo qisa kale meesh ku duugan oo ah in ay dukaan wada lahayeen dukaankii ay wada lahayeen in uu dhacay xoolihii ay wada lahayeen ki xanuunsaday ee gabadha kubsaday koox la gabadha kubsaday kamid ah inaan sabab aan yahay fahansiin raba ninkan ayaa saaxiib ahaayeen dukaan wada lahayeen dukaankii ayuu maaragtay u basi dhacayba waa qalad kale baad u sameeynaay marka aad u xaqiiqsata lacagta kasta sagal oo ugu yahay sax kasta kale xanuun badan oo lacagta ku hele lagu dad ma iri kasaas kale way dibaleen kasaas kale way dibaleen أنا على السوق يا يعني ما ورنا على السوق فهم. laba sano la raacdeesanay dowladda ku dhacday adu waa 88 ay qisada ku dhacday ninkan dad bucmashtiro wada shaqeysto oo business wada ahaayeen saas la ajligeed lacagtii ba ninkan waa laga qaatay faahfaahsan xogagii waa laga qaatay in alaabihii ee wixii ee dadku ka keenayo dhanbu u gatay iraq uu ku aaday yaa la qabsana marka miskiinka meesha ku haraa la qabsana laana shirka ay ahaayeen soo ma dad shirka ay ahaayeen ومنحه عادي واي كيف تطلعت كيف خلقت في الشتاء هذا وحصل الى يومك هذا ما تشخيها
arintan waa arin dadkaas ay u wada dhamaayeen waa faahfaahin Soomaan waa cadda gabadha in rag badan ay kufsadeen oo ilaa uu tirinay rag magacay intee la akaayeen faahfaahin okay follow ku yimid sidii saaxiibnimo wuxuu ku raacaa waa soo dhigay qofaanaaga soo kufsaday gabadha saasaysan filaysay xidigan yaa ila kufsaday kuliy marka uu ka sheekeynaa meeqan ay ku leey wallahi ee group kooda ay Cabdullaahi iyo Axmed iyo qofka markuu runta sheegay waxa lagu dareemayaa qofka wuxuu siiyaa in limintiisa uu siiyaa umadiida limintiisa odagaan saaxiibkiisa limintii uu siinayaa wuxuu leeyahay dhac iyo boob iyo saqajaanimaas kale waxyaalaha kale kuma ogeyn biiri in yaani oo isagii aabiis lagu sheegay dad shaqaysta ahaayeen oo jeebkooda lacag ku jirto oo ilaahay baa hadee wixii runtii aan sheegay way aniga marka laakiin kufsashada inuu ay geysteen isaga ay sheegay marka waxa arkaysa haduu ninkan nixin yaa min been sheegay uu yahay da waxa la been buu kooda sheegay la wuxuu oran lahaa hadda koor baa lay dhacay aniga wax eega laba jirto ninkan beertan si gelinaya laakiin no tii la dhacay xataa uu ka tanaasulay wuxuu dhahay may inta saas xaabta ku joojinaya laana waa fiidiyooga aad buu sii dheeraanaya muhiimadda aan fiidiyoogan u soo gooyay intaas aan u soo gooyayna waxa ay ahayd in aan ogaano in qadiyadan in ay tahay qadiyad jirta qadiyad saxra in ay tahay gabadhan la kufsaday maamadan la kufsadayna programkeeda 100% hadii la ogaaday waxa u haray 100% oo ah ragii dhibaatada u geystay in loo xukumo ama in magtaydi laga sii dhamaan ragii dhibaatada u geystay waxa wada jiraan banaanka wada jiraan Mareykan iyo Yurubta way maqan yihiin wax jooga male laakiin alxamdulillaah waa wada nool yihiin wax dhinta male hadaba saacad aan warka u fahannay warkaas marka gabadhaas wax badan way ooyday waana yaani waa sheeko xanuun badan waaye waxaan marabaad fiidiyoon soo qaatay waxa waaye
gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ba ku hoos duugan noloshooda nolosha gabdhaha Soomaaliyeed dhibaatooyin badan ayaa ku hoos duugan waxyaalaha ugu badan dhibaatada ugu badan ee laga la kulmay in maxaa ku raadaa qaxi sheekadan qaxi koor bay wadacdaba in hadii ay dacwo uun lahayd dawladdu si aad barab joogtay waa loo xukumi lahaa laakiin aqli darro waqtiga ugu nasiibka badnayd ba sheekada dawladdu xoog laa ka jirtay maxkamaddu xoog laa ka jiray gabadha yarta haday waaga ay dacwo uun lahayd walaa ragan waa loo xukumi lahaa xabsi daan baan loogu xukumi lahaa macal asif maanta waxba laga qaban karin maanta oo cimrigeedi tigay maanta oo maxaa ku iraahdaa dee xeerihii fandhaal kala dhaceen ayay sheekada banaanka keentay almuhiim waxaa leenahay ilaahay usha dhexdaa uga qabta gabadha soomaaliyeed maamsaafin waxaan leeyahay hambalyo maadaamaad ogaatiba ragga magacyadoodii iyo maaragtay le awal mabay ogeyn hal nin bay ka taqaanay hadda maadaama ay ogaatay intaasa waxa loo dhigaba aan jirinba subscribe ku jiraan ka isaar ee laygari asxaabtaan la sii wadaag asalaamu calaykum waraxmatullaahi